أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون باردا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق. للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ياسر العلي أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية. أهلا بك معنا في نشرة الثالثة. ما هي أسباب هذه التغيرات في حالة الطقس ولمتى ستستمر هذه الحالة الجوية؟ نعم مساء النور. طبعا التغييرات اللي لاحظناها في الأجواء كانت بسبب مرور منخفض جوي بارد وتحول الرياح إلى شمالية غربية اللي بدأت يوم أمس الجمعة وكانت قوية إلى شديدة السرعة، حيث تم رفع أعلى سرعة للهبات حوالي 36 عقدة. لاحظنا أيضا انخفاض في درجات الحرارة، حيث تم تسجيل أعلى درجة حرارة نهار يوم أمس الجمعة وأيضا نهار هذا اليوم 20 درجة مئوية، بينما يوم الخميس الماضي سجلت 26 درجة مئوية، وأقل درجة حرارة سجلت 14 درجة مئوية فجر هذا اليوم. طبعا راح تستمر الرياح الشمالية الغربية طوال هذا الأسبوع إن شاء الله، راح تكون قوية السرعة لهذا اليوم حتى نهار يوم غد الأحد. أما باقي أيام الأسبوع بتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وراح تنشط أحيانا خلال فترات النهار. بالنسبة عن درجات الحرارة والأجواء، يعني طبعا راح تستمر الأجواء الباردة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، بينما خلال ساعات النهار راح يقل الإحساس بالبرودة خاصة مع انخفاض في سرعة الرياح. نعم، يعني هل من تحذيرات تودون توجيهها فيما يتعلق بهذه الحالة الجوية؟ طبعا هناك تحذيرات نود توجيهها خاصة لمرتدي البحر عن رياح قوية السرعة وارتفاع الأمواج، وايضا للمرتادين البر نرجوهم باخذ الحيطه والحذر لما تسببها الرياح احيانا من تصاعد الاتربه خاصه في المناطق المفتوحه. نعم. هاي التحذيرات ان شاء الله راح تستمر لبكره يوم بعد الاحد ان شاء الله، تكون فتره في النهار. ونتمنى السلامه ان شاء الله للجميع. نعم، السيد ياسر العلي اخصائي ارصاد جوي اول باداره الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك.